المشاهدين اللي يعني عرفناك بطيبتك وبالتزامك، كيف تتكلم لنا عن حجاج ان شاء الله وتوفيقكم اليوم؟ والله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا الهيئة العليا للحج مشكورة بتنفيذ الخطط الناجحة اللي اراحت الحجاج بشكل لا يوصف. بس بالنسبة لنا كحجاج احنا الموسم هذا الحالي الموسم مميز جدا جدا جدا، مواصفات كثيرة بالتنقلات، بالأكل، بالأطعام، بالسفر، بالتفويج المريح والحركة السلسة المباركة ان شاء الله. ان شاء الله. حجي كم حاج عندكم انت تقريبا؟ والله طبعا تعداد القافلة، قافلة كل متعهد 45 حاج. اكو كافة المستلزمات الراحة، مستلزمات الراحة، الامور الطبية، ومشكور الاستاذ وهاب الجنابي على ما قدمه هذا العام الحجاج صلاح الدين. يعني الى حد البارحة تقريبا الساعة بالثلاثة بالليل وعلى اتصال معاه لنقص بعض الجوازات تبع الحجاج. مشكور جدا ومشكور الهيئة العليا للحج لما قدمته بال 2009 حجي سوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما نسينا العراق وصلاح الدين، فلا تنسوها ان شاء الله من الدعاء. ان شاء الله دعائنا للعراق العظيم ان يرفع شأنه ان شاء الله ويزيح عنا هذه الغمة، عن هذه الأمة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الدين. والله ان شاء الله راح ويا حجي سعد نتوكل ومتهيئين ان شاء الله، صار لنا من البارحه وين راح يروح وياك؟ وبحدي والله. بحدي. ايه نعم. خلوا لك كليتشة؟ نعم خلوا لي كليتشة وكيك ومهيئين يعني انتم راح تروحون برا، البر يحتاج يعني، وشاي وان شاء الله ندعي لشعبنا وجيء العراقي اهم شيء شاي بس اهم شيء الدعاء مو شاي. والله الدعاء استاذ العزيز الدعاء ان شاء الله ابد لا تنسونا، لا لا ان شاء الله ما ننسى الدعاء، وخصوصا صلاح الدين العراق كله بصورة عامة. ان شاء الله حج مبروك. حجية ليش تبكين؟ ليش تبكين حجية ها؟ تعال تعال خلي هو اخوك الحجي، تعال خلي احكي وياك. انت بالعكس هسه راح يروح يدعي لنا، احنا نحتاج الدعاء الان. ان شاء الله دعاء ان شاء الله يحفظ العراق والامن والامان للعراقيين ان شاء الله اجمعين يا رب العالمين. ان شاء الله حج مبرور ويجيكم محمل بالدعاء ان شاء الله. يوم الك ان شاء الله استاذ وليد، اخ عزيز استاذ.